ايضا احد نجوم النادي الاهلي الكبار وعاصر الكابتن حلمي، الحقيقه النجم الكبير كابتن ماهر همام. يا كابتن ماهر ازي حضرتك؟ يا سلام. اهلا كابتن اسلام، مساء الخير يا كابتن اسلام، مساء الخير يا احييك كابتن طبعا ماهر طبعا، واحيي وتحيات ضيفك الكريم اتفضل الكابتن حلمي حبيبي طولان الكابتن بتاعي، حبيبي يا ومنور كابتن قناه ماهر النادي الاهلي يا حلمي. حبيبي وحشتنا والله يا والله كابتن حلمي، الله يخليك يا عشت كابتن عمرك ماهر، كابتن حلمي يا كابتن اسلام، خد بالك يعني. من افضل السردباكات اللي جت في مصر ماهر همام، كابتن ماهر همام لعبا وخلقا. خلقا ولعبا ماهر طبعا همام يعني، بس كابتن ماهر ده اخونا العزيز وحبيبنا وصيف مع بعض في المعموره الله، امال ايه ايام تاريخ زمان دي يعني، ايه امال ايه المعموره دي اساله مش اي طبعا، حد. وفي نبات مع بعض في الجيزه عند فؤاد وغازي كلنا، ونصبح على التمرين نمشي كل لعيبه الاهلي والزمالك نبات هناك عند اصحابنا ده وهو ده المقصد الحقيقه طبعا. اللي انا بقوله، انه الكلمه اللي قالها كابتن حلمي طبعا ان احنا بنبات مع بعض لعيبه الاهلي، والله هو ده اللي كان بيحصل يعني والله العظيم ده اللي كان بيحصل يا اسلام والله على كابتن طول. كابتن ماهر، يعني مهم جدا جدا الكلام اللي الكابتن حلمي بيقوله فيما يخص موضوع الاهلي والزمالك، يعني طبعا كان فيه انا الاهلي عايز يكسب طبعا والزمالك طبعا ده الطبيعي يعني، ولكن في النهايه الصداقه اصحاب والاصاله وكل حاجه كانت موجوده ما بين الجميع يعني. العيش والملح اللي قال عليك كابتن حلمي ده يا اسلام، خد بالك يعني احنا عشره عمر كابتن حلمي طبعا طول عمرنا موجودين مع بعض يمكن بصفه اساسيه يوميا، والله ودي يعني من ضمن الحاجات اللي قربتنا ببعض بشكل كبير جدا، وده كان بينعكس خد بالك بقى في ادائنا في مباراه القمه. طبعا تبص تلاقي الروح العاليه المسامحه، عارف انا لما اخبط في الكابتن حلمي ويقع اقومه طبعا، واخد بالك وهكذا. وطبعا يمكن اللقطه الشهيره بتاعت الكابتن حسن شحاته والكابتن محمود الخطيب لما خدوا ايديهم في ايدين بعض وحصل لفظ من جماهير الجماهيرين طبعا. شوف الروح والشخصيه والكابتنه طبعا، الاثنين راحوا للجماهير الاهلي وبعدين راحوا لجماهير الزمالك، والناس امتثلت، حتى الجماهير كمان امتثلت لنجمين كبار جدا يعني بقيمه الكابتن حسن شحاته والكابتن محمود الخطيب. فعايز اقول لك ان طول عمر نادي الزمالك هو القطب الثاني في طبعا الكره المصريه، مؤسسه من مؤسسات كبيره اللي لها تاريخ. وعايز اقول لك يا اسلام احنا اولاد عم، الناس لازم تعرف كده، الاهلي والزمالك اولاد عم يعني مهما جرى ومهما راح صعب جدا ان احنا نختلف او نفترق او يحصل حاجات سلوكيا غير تليق طبعا بالقطبين. عايز اقول لك كانت ايام سعيده جدا 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 عشناها، وسنوات كلها فيها محبه وفيها اخوه بشكل كبير. اهم بقى ما يميز كابتن حلمي يعني في وجوده طبعا هنا في البيت الكبير، يمكن الشباب اللي يعني اللي قدي واللي اصغر مني طبعا كمان ما شافوش كابتن حلمي، اهم ما كان يميز بقى كابتن حلمي الشياكة. سواء لاعبا او مدربا. الشياكه، لا طبعا الشياكه دي كلنا بنتعلم منها. لعيب شيك ولعيب ملتزم واخد بالك، ولاعيب مؤثر في نص الملعب، قائد واخد بالك، وطبعا كان معاه نخبه كمان يعني عظيمه، كابتن اسلام، كابتن طه بصري، كابتن حسن شحاته، كابتن علي خليل، كابتن محمد الخواجه، فاروق جعفر، عادل المامور، ابراهيم يوسف، محمد صلاح، كل دول كان نجوم منتخب مصر. منتخب مصر اسلام كان بين الاهلي والزمالك طبعا، 10 لعيبه من هنا و10 لعيبه من هنا، يعني حاجه تخض يعني. كل اسم من دول يا اسلام فرقه طبعا. حلمي في نص الملعب يشيل نص الملعب، كابتن علي خليل في الهجوم يشيل الهجوم، كابتن طه بصري في نص الملعب المساعد قيمه وقامه. فعايز اقول لك دول نجوم انا في رايي مش هيتعوضوا تاني. طبعا الكابتن حلمي كمان في الجانب التدريبي بيعتبر من افضل المدربين اللي موجودين في مصر، ربنا يخليك. النهارده الخبرات ديت، الخبرات دي يا اسلام مهمه جدا جدا ان احنا نستفاد من التاريخ ده طبعا. يعني النهارده قناه النادي الاهلي يعني يسعدها ويشرفها ان في تاريخ الله طبعا كابتن حلمي حبيبي طبعا نجم من نجوم نادي الزمالك ومنتخب الله مصر، يخليك حبيبي، ومن المدربين القلائل اللي عندهم خبرات يا هنايا ساعده اللي بيتعامل مع حلمي في الجزئيه التدريبيه، الله يخليك، هيستفاد بشكل كبير جدا 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 حبيبي. كابتن حلمي كمان كان بي بي بيحلل معاك بدايه الموسم ان الفرقه كلها اخفقت،
شوف حللوا ازاي يا كابتن اسلام. صح، قال لك الجانب البدني لسه ما وصلش، الجانب الفني لسه ما وصلش، الجانب التكتيكي لسه ما وصلش، وده دفاع من واحد بقى يعني ناخد كلامه مصدق. الله يخليك. الراجل بقيمته وخبرته قال لك يعني من من ما نرص على الناس، لان دي حاجه، ده علم طبعا، مش حاجه فيها عافيه. وعايز اقول لك يا اسلام وكابتن حلمي كمان، يمكن يا اسلام يمكن احنا طول عمرنا بنخفق حتى اهلي وزمالك في بدايه الموسم مع المباريات الافريقيه، بتفاجئ ان احنا صعب جدا. كان الكابتن جوهري يقول رحمه الله عليه يعني حاولوا تجيبوا جول في اول الشوط الاولاني عشان تخلص العمل البدني مش هيساعدنا في الشوط الثاني، صح، فنجيب جول، نجيب جونين نتغطى بيهم، وبعد كده بقى حل الف حلال في الشوط الثاني. يعني كلام سليم. يعني انا بشكرك جدا يا كابتن ماهر على وجودك معانا، ويعني بنرحب بس ترحيب بسيط بهذا النجم اللي زي ما حضرتك قلت شرف لينا ان هو يكون معانا على الهواء مباشره، كابتن حلمي طولان. انا بشكرك جدا يا كابتن ماهر همام على وجودك معانا وعلى كل هذه الكلمات الرقيقه. يعني